هل العائق الوحيد اللي واجهكم وخليكم تتزوجوش هو المهر؟ انا بعد الكلام سمعته صراحه خلي المهر على جهه يا مالك. العرس انت تدري يعني العرس والبرامج كلها البرامج كلها تتعلق. انا بعد سمعته من غيداء وبتول المفروض ان احنا بجديات ما ربي لمنا في تركيا ودوله غير دولتنا جديات نبدو نتوكل على الله نختار من الجيزة الخيرة فيما اختاره الله يا حاجة ورسولي يا حاجة مالك سامحوني لكن المرأة ما هيش سلعة يعني باش الواحد يقعد يحط في رقم قداش بيشريها وقت انا ضعف لاش انا فقدت فيك نسبة مني فعلا حتكافح معاه في بني حوش حتكافح معاه في الواحد انا هدي ونيتي بانه صغير نلقى حد يكافحني فانت حد التافح انا وياه فهمتي بجديات خلاص لو ما فتش انت حنمشي لبتول موافقه يا فهمتي قلنا بتول جديات خلاص كلام في مشاعري انت الزوز لم نقول لك حاجه مالك خذ جلال ناخذ منها مزوز بتصير كل شيء كما سمونا دخل التعال لا لا عرس خلاص عرس عرس وانت تختار يا تفضل نوض لا انا مش عارف انا خروج شو بالعكس اختبرت انا محلال الموضوع هيك كيف سهل 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 يا ريت هيك الله اول مره حد يتقدم لي على الهواء في كافيه مره صارت في كافيه اوكي واحد اون هيز نيز فهمتوا عليه ولا لا المهر قلت لك تنين مهر يا غالي انت هو ماشي بعيد انا المهر انا الشهر انت اسمع انا الحوش ياسر ختم الالماس بعدين انت اللي لابسه اعطيك من مجوهرات بلوكا صديقي المعروف في المعروف هذا